طيب انا احتاج في الكوفيش الروم عبد الرحمن الفهري. عبد الرحمن الفهري يا جماعه في فقره ركن الجمهور كان من الاشخاص اللي بقوا على استيج من المنافسين الاعلى نعم الخمسه في هذه الفقره. صالح عبد الرحمن الفهري وش المنافسه وش القوه في الايام الاخيره؟ طلع ترند في اكثر من مره مع انه غيره ما طلع. شف عبد الرحمن الفهري يا اخواني النقاد مقدمنا الفاضل جمهورنا الحبيب يوم حضر قالوا له ترى بقى معك في ذا المنافسه 20 ليل، قال انا الهال وما بقى الا 10 ايام ان الله احياني واحياكم تشوفون وقعي، وبالفعل دخل واثبت وقعه بوجوده في الترند والهاشتاج بشكل يومي. اولا، ثانيا عبد الرحمن الفهري ما شاء الله تبارك الله دخوله في هذه المنافسه اثبت تواجده في زحام. كل واحد يقول الا انا موجود، انا لي 70 يوم، انا لي 80 يوم، اثبت تنافس معهم. تعرفون ذاك اللي جاء من اخر المسار ثم صف مع الاولين؟ هذا صف مع الاولين. خلاهم يوم استد الزحام على المراكز الاولى جاء ودخل معهم. انا اقول عبد الرحمن الفهري في الايام القادمه خطرا على صاحب المحتوى اللي يدعي ان عنده محتوى، متعب الرقعان، فؤاد عبد الله، الشباب الباقيين كلهم. عبد الرحمن الفهري انا اتوقع انه بيكون متواجد بينكم. اين؟ الله وحده اعلم، لكن الرجل هذا حضر من حضوره الى اليوم الا ان مكانه ثابت وفي تقدم ملحوظ، في تقدم ما شاء الله تبارك جدا. طيب جهز معانا عبد الرحمن يا شباب؟ طيب عبد الرحمن صبحك الله بالخير. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله. كيف الحال؟ طيب الله يطول عمرك. عبد الرحمن في الايام الاخيره السلام. نشوف انك تجليت، قدمت بفتره وجيزه جدا وكان حمل صعب عليك في هذا البرنامج كونك اتيت في الايام او في الشهر الاخير من هذا البرنامج. كنت من الاشخاص اللي بقوا في التصويت الاعلى في فقره ركن الجمهور معك ابو مناحي. يا مرحبا يا عبد الرحمن، صباح الخير. يا مرحبا ومسهلا يا ابو مناحي، صبحك بالنور. كيف الحال طال عمرك؟ الله يطول بعمرك، الله حي. يقولون الاولين كلام الرجال كما الحاها، انت قلت وفعلت. يا رب انت قلت ووصلت، انت قلت ونلت. يعني فقره ركن الجمهور الاسبوعيه المنتظره تعد يعني من اهم الفقرات في هذا البرنامج، الا ان تكون اساس لانها تظهر لنا الجماهيريين في هذا البرنامج. قلت أنت في تصريح قبل كذا، قلت أنا أنافس على نجم الجمهور وأنا جاي وبإذن الله لأوصل مرادي. لاحظنا أنك من ضمن الخمسة الأعلى تصويت في النسخة آخر الفقرة الماضية ألا وهي ركن الجمهور. صحيح. القوة هذه ما وش تعني لك أنت؟ وش 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 انت مقدم يا عبد الرحمن علشان تكسب هذه الموده والمحبه من الجمهور؟ والله يطول العمر وسلامه، رضى الله سبحانه هذا اول شيء، ومحبه الجمهور وتحفيز اخوياي لي، واللي بيدي بقدمه والباقي على الله سبحانه. سبحانه. طيب موهبتك يا عبد الرحمن، انت شاعر، انت راوي، انت رياليتي، انت والله مرشد. والله الشعر يطول العمر وسلامه احفظ، ومن باب الشيلات يطول العمر وسلامه كذلك نحفظ، له بذاك الصوت الزين، لكن اللي قدرنا الله عليه. لا اذا الرياليتي طويل العمر السلامة مطلوب في الحياة. ايه وسعد الخاطر والسالفة توضح وكل زول. انت اذا حبك الجمهور سواء صوتك شادي او مخملي او بيحبك الجمهور بجميع امورك، لكن جمهورك اطلقت عليه لقب؟ لا حد الان، هم اللي لقبون اللي يبون ولا معهم فيما بغوا. انا يا شباب يعني يا استاذكم انا اشوف ان هذا الرجل وصل إلى الجمهور بشكل سريع وفي غضون أيام قليلة. هذا البرق. البرق هذا البرق كما أطلق عليك أبراسك أبراسك محمد مناحي. البرق البرق كان البرق يا ولد الرجال لا برق ذا وبرقنا لا برق وش البرق الأزرق؟ لا من لا من برق لا يجي برق كذا. هذا طال عمرك ليش البرق؟ البرق حتى اللي في قلوبهم رعاع الخايفين يذلون من صوت البرق. حي والله هذا برق جاء برقهم طال عمرك. طيب أعطاهم قلم. الله يعطيك العافية أبو مناحي. صالح تتوقع مثل ما لقبه أبو مناحي بالبرق، هل البرق راح يشق طريق النجومية أمام الجميع ويكون
هو الشخص اللي أتى بفترة وجيزة وقفل ملفات ما قبل؟ والله أنا بستشهد إذا أبو مناحي قال برق، شوف أنا أتحدى في أحد يكره البرق، الجميع يحب البرق. أحسنت. ودائما الرجال أنه قال برق، والله الله يعين العرب على محبته، ما ندري هم بيحبونه، ما ندري، أنا للحين ما بعد حبيته. ليه للحين؟ ليه يا طويل؟ يا أخوي كيفي ما بعد ما بعد المحبة من الله. ها بيض الله وجهك، أنا أحب اسم البرق. عسى أنا وياك إن شاء الله من المقبولين. آمين. أنا أحب اسم البرق، أتمنى يعني إن الاسم إنه يجذبني أكثر ومحتواك يجذبني أكثر. واتمنى ان شاء الله ان انا دامه مرضيني ومرضين جمهوري فلعلي فحد. اهم شيء جمهورك. دامه مرضين جمهوري ومرضيني فلعلي فحد. على حنا ها؟ ولا حنا ها تكون ما تحبه. قول انا ما قبلت اسم هذا. ايش رايك؟ ودك اني احبك ولا لا؟ ها؟ ودك اني احبك ولا لا؟ والله الحب ما هو بالغصب. هو ودك ولا ما هو ودك؟ لا والله اللي بين كان بمحبه من قلب ولا فبلاش المحبه. اقول الله يحب فيك خلقه مثل ما حبك في سماه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طال عمرك الاسم زين ومحتواك زين، اللي نبغاه طال عمرك إنك تصل للستيج النهائي مثل ما دخلت هذه المنافسة نقطة آخر الصف بإذن الله. إن الله أحيانا يعطيك العافية أبو حمود نايف عبد الرحمن. يا مرحبا يا البرق. أرحب مرحبا ومسهلا. الله يبقيك عبد الرحمن. أنت جيت في يعني في أواخر الأول أيام الأخيرة من البرنامج وأثبت وجودك. أنت ينطبق عليك البيت اللي يقول ما نيب من ياتي ولا إدرابة. إدرابة. أنت يا عبد الرحمن أثبت وجودك، أثبت نفسك فعلا يعني. يا رب يطول عمرك وعليك جود نفسك. أنت شخص يعني لست بعادي ووجودك يعني ما هو يعني ما راح يمر مرور الكرام يعني. ما شاء الله جود وشهادة نعتز فيها طال عمرك. الله يعزك ما قدرك. حضور متجلي، حضور متألق، ريالتي عالي يعني ما شاء الله. حتى عفويتك يعني أضفت على كاريزماك يعني كثير من الجمال والتألق يا عبد الرحمن. الله يطول بعمرك عبد الرحمن. أنت مبدع يعني تشكر فعلا كلمة حق أنك تشكر على الأشياء اللي قدمتها في فترة قليلة وفترة وجيزة. أنت فعلاً دخلت وكان قدامك يعني تحدي قوي أني كيف أثبت وجودي وأثبت نفسي في فترة 3 أسابيع تقريباً. وراهنت وفعلاً كسبت الرهان وحضرت، ويمكن حتى حضورك طغى على يعني متسابقين زملاء معك كانوا حاضرين من بداية البرنامج. هذه كلمة حق لابد أن تقال. يعطيك العافية يا البرق الله يعافيك يطول في عمرك وفالك إن شاء الله البارك. فالنا وفالك التوفيق وفال أخويانا كلهم. والله يا أخواني الرجال ذا أمانة يعني فيه في نقطة أبغى أبينها. أنا يعجبني الأوتفت حقه دايم ما شاء الله تبارك الله متنوع يعني ما شاء الله. إيه منوع متنوع. الرجال جايب له شنطة كلها أوتفتات ما شاء الله تبارك الله. عجبني جدا صدق لدرجة إنه ما استعار للحين ولا أوتفت. الأوتفتات حقتها كلها يعني خاصة. ولكن أنا أتوقع إن لون الأوتفت له دخل في البرق. الله أعلم. ما ندري. عبد الرحمن أنت من أي منطقة؟ أرحب. أنت من أي منطقة؟ من الصباخة. ونعم. ما عليك زود. ونعم. ما عليك زود. عبد الرحمن كنت من الأشخاص الذين أثبتوا أنفسهم في فترة وجيزة جدا في أسبوع واحد. كنت. ليش كنت؟ لا هو كان وما زال. ايوه كذا هو كان وما زال. أيوة. فعليا مثل ما نشوف انا والمشاهدين وزملاء النقاد ايضا في اسبوع واحد كنت يا عبد الرحمن دخلت البرنامج حصلت على نجم اليوم يعني في يومين حصلت على نجم اليوم وايضا تجليت في الترند. ثالثا كنت من الاشخاص الذين ينافسون على فارس الجمهور في الحلقة الأولى والثانية أيضا وهذا إن دل على المسؤولية اللي حملت نفسك فيها في فترة وجيزة جدا. أسأل الله العظيم أنه إن شاء الله يوفقك أنت وزملائك وأتمنى يا أخويا كلهم أنهم يقتدون بما يفعل عبد الرحمن الفيري في هذا البرنامج. أبو خالد بدي أوضح حاجة سم. لاحظتها أنا سألت عبد الرحمن من أي منطقة قال صبيخة. صبيخة هذه جنوب يعني مع احترامي للمناطق بشكل عام كلهم على رؤوسنا من فوق لكن برامج الواقعية كل سفير من سفراء أهل الجنوب لجونا حققوا جماهيرية. جمهور الجنوب يا جماعة جمهور بما تعنيه الكلمة يصدر محبيه للشاشة. تحياتي والله للجنوب والله يستاهلون أهل الجنوب كلهم يستاهلون أهل الجنوب.